السوبر مطلب للجمهور، اعمل فيديو 10 ثواني على صفحتك الشخصية قول فيه السوبر مطلب للجمهور. رسالة قوية مننا كجماهير نادي الزمالك، بنوجهها لأصحاب القرار في مجلس إدارة نادي الزمالك، وبنقول لهم وبصوت عالي، انتوا مش مسؤولين بس عن إدارة أعضاء للجمعية العمومية، لا، انتوا كمان مسؤولين عن إسعاد عشرات الملايين من محبين وعشاق وجماهير نادي الزمالك في مصر وفي الوطن العربي، واللي كلنا عاوزين فرقتنا تلعب مباراة السوبر الإفريقي. رسالة قوية بنوجهها لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وبنقول لهم فيها فيديو 10 ثواني على صفحتك الشخصية، السوبر مطلب للجمهور.